السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا مع بعض في الفيديو بتاعنا النهاردة نتعلم ازاي نعمل ادراج لصورة بشكل صحيح داخل برنامج الاكسل. يعني ايه نعمل ادراج لصورة بشكل صحيح داخل برنامج الاكسل؟ لو انت دلوقتي عندك شيت ومحتاج ان انت تنزل فيه اي صورة ايا كانت، سواء الصورة دي خاصة بلوجو او خاصة ببيانات او خاصة باي حاجة، الصورة دي لما هتيجي تدخلها على برنامج الاكسل طبعا هتدخلها بالطريقة التقليدية، لكن هتقابلك مشكلة. المشكلة اللي هتقابلك حاجتين. لو انت جيت مثلا في شيت زي اللي قدامنا ده وحبيت ان انت تعمل هايد او تعمل اخفاء مثلا لشهر مارس، فنيجي نقف عليه كده ونعمل هايد، هتلاحظ ايه؟ هتلاحظ ان الصف حصل له هايد لكن الصورة اللي انت ادركتها ما حصل لهاش اخفاء. لو جيت تعمل هايد لشهر فبراير او تعمل له اخفاء، هتلاحظ الصور ايه بقت موجودة فوق بعض وشكل الشيت بقى غير منظم خالص. دي المشكلة الاولانية اللي هتقابلك. المشكلة التانية لو انت عملت على الشيت اللي فيه الصور دوت فلتر، تعال نلاحظ مع بعض ايه. انا عندي مثلا اول ثلاث صفوف هم دولت اللي داخل فيهم صور والباقي ما فيهوش، فانا هبتدي اختار شهر من الشهور اللي ما فيش قدامها صورة، وليكن مثلا شهر مايو، وتعال نشوف ايه اللي هيحصل. هفتح الفلتر، اشيل العلامة من قدام سيليكت اول، اختار شهر مايو بس واقول له اوكي. شايف الشكل اللي قدامك؟ طبعا كده شكل الشيت بتاعك مش مظبوط خالص. ارجع اختار سيليكت اول واقول له اوكي. علشان نحل المشكلة دي ونبدأ ان احنا ندرج الصور دي بشكل صحيح، المفروض ان الصورة تظهر معاك بالشكل ده. لو جيت تعمل هايد هتلاحظ ان الصورة اختفت مع الصف، وبرضو نفس الكلام لو جيت تعمل فلتر. علشان نحل الموضوع دوت بطريقة سهلة جدا، دوت اللي هنتعلمه مع بعض من خلال الفيديو بتاعنا. بس لو لسه ما اشتركتش معايا في القناة، شرفني بالاشتراك ودعمني بلايك لو عجبك الفيديو، وما تنساش تفعل زرار الجرس للكل علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة. ودلوقتي نبدأ مع بعض ونشوف ازاي بنعمل ادراج لصورة داخل شيت الاكسل. اول حاجة بتعملها انت بتقف في اي مكان وبتبتدي تروح على تاب insert او ادراج، وبتبتدي ان انت تروح على الايكون الخاصة ببيكتشر او صور، وبتفتح السهم بتاعها وبتختار الصورة بتاعتك بتكون موجودة فين. انا هنا الصورة موجودة على جهاز الكمبيوتر، فهبتدي ان انا اضغط على this device او هذا الجهاز. هتفتح معاك الويندو دي كده، ابتدي اختار الصور اللي انت عايزها. تقدر تضغط على صورة واحدة وتعمل insert، او تقدر من الكيبورد ان انت تضغط على زرار الكنترول وتختار اي صورة انت عايزها بالشكل ده. طبعا انا هنا كده هختار صورتين كفاية قوي وهقول له insert. هتنزل معاك الصور بالشكل دوت جوه برنامج الاكسل. اضغط في اي مكان فاضي وابتدي اعلم على اول صورة، ومن الجناب كده ابتدي اغير السايز بتاعها وحطها في الخلية اللي انت عايزها بالشكل ده. كده انت حطيت اول صورة مع اول صف. نيجي على الصورة التانية، برضو نغير الحجم بتاعها من الاطراف بتاعتها كده لغاية ما يكون حجمها مناسب للشكل اللي انت عايزه او للخلية اللي انت هتحطها فيها، وابتدي اسحبها وحطها ايه في اي صف تاني وليكن الشكل ده كده عشان تبقى الدنيا واضحة. كبر بس شوية. تمام، يبقى انا هنا كده عندي الصور موجودة في شهر يناير وموجودة في شهر ايه 7. طيب تعال نشوف، احنا كده حطيناها خلاص بالطريقة العادية. تعال نبص كده على المشكلة الاولانية. علم على الصف، اعمل كليك يمين، اضغط على هايد، الصورة ما اتشالتش. نبتدي ان احنا نعمل اندو ونشوف هنحل المشكلة ازاي. هتروح على الصورة اللي انت عملتها وهتبتدي ان انت تضغط كليك يمين عليها وتروح على حاجة اسمها فورمات بيكتشر او تنسيق الصورة. هتفتح معاك من الجنب ويندو بالشكل ده، هتروح على العلامة دي وتبتدي ان انت تضغط عليها. العلامة دي خاصة بايه؟ خاصة بالمقاس وبالخصائص الخاصة بالصورة. نضغط عليها كده، وبعدين بعد ما ضغطت عليها بالشكل ده هتلاقي فيه قدامك ثلاث اختيارات، السايز والبروبرتيز والتكست ايه بوكس. طبعا البروبرتيز دي اللي هي الخصائص لو النسخة بتاعتك بالعربي. افتح السهم بتاعها واختار الاختيار الاولاني اللي هو عبارة عن move and size with cells.
مجرد ما بتضغط عليه كده خلاص انت بالنسبة لك الصورة كده نزلت بشكل صحيح تماما. نقف كده على الصف اللي فيه الصورة ونضغط كليك يمين ونعمل هايد، هتلاحظ ان الصورة اختفت من مع البيانات الخاصة بالصف. نعمل اندو، الصورة رجعت تاني. لو جينا ان احنا نطبق الفلتر اهو، هنروح على تاب داتا نعمل فلتر وافتح الشهور كده سيلكت اول، اختار اي شهر مفهوش الصورة، مفهوش شهر يناير مثلا، نختار شهر فبراير ونقول له اوكي. هتلاحظ ان الصورة اللي ظهرت معاك هي الصورة الاخيرة اللي كانت موجودة في شهر فبراير، لان احنا مش مغيرين الخصائص بتاعتها. نرجع تاني ونقف على الصورة التانية ونغير الخصائص بتاعتها بنفس الخطوات، ونعمل الفلتر، شيل العلامة من قدام سيلكت اول، اختار اي شهر مفيش فيه الصور وليكن مثلا شهر فبراير وقول له اوكي. هتلاحظ ان الفلتر اشتغل معاك والصور فعلا بدأت انها تختفي. وبكده بكون علمتك من خلال الفيديو بتاعنا النهاردة ازاي تنزل الصور بشكل صحيح داخل برنامج الاكسل من غير ما تقابلك اي مشاكل. بتمنى ان حلقتي النهاردة تكون فادتكم، بشكركم جدا على المتابعة، بتمنى لكم كل التوفيق.